أهلا بيكم في أحلام أكاديمي، معاكم لاتينو. حلقة جديدة هنتكلم عن الماستر، بس هنتكلم عن الماستر إن إحنا نوضح فكرة ممكن تكون ناس كتير مش واخدة بالها منها، وفاكرة إن في أسرار بتتحط على الماستر تخلي صوت التراك يبقى أحلى، وفاكرين إن مستوى الميكس مش بيأثر بالشكل الكافي في الماستر، وان هم لو ادوا الأغنية لمهندس ماسترينج شاطر هيخلي الأغنية بصوتها أحسن حتى لو كان الميكس فيه مشاكل. فاللي أنا عملته دلوقتي، عملت إيه؟ كان في فيديو أنا استخدمت فيه أغنية، عملت في الفيديو دوت ميكس الأغنية بريل تايم بتاعها اللي هو ساعتين وتلت، موجود على القناة، هيظهر اللينك بتاعه فوق دلوقتي. فتحت الميكس دوت وعدلت حاجة صغيرة فيه، عدلت حاجة صغيرة فيه بحيث ان يخلي الميكس يبقى صوته وحش. وهوريكم دلوقتي تجربة عملية. الميكس اللي هو صوته كويس محتاج ايه في الماستر عشان يبقى صوته جاهز ان الناس تسمعه، والميكس اللي هو صوته وحش احتاج مني ايه في محاولات التصليح ان انا اخلي صوته زي الميكس التاني. واسمعوا وشوفوا هل فعلا الميكس الوحش بقى صوته زي الميكس التاني ولا لا. اول مرة هنسمع الميكس الكويس، وتاني مرة هنسمع الميكس السيء. الميكس السيء. مرة كمان وحاول تلقط الفروق ما بينهم ايه. السيء. كل اللي انا عملته ان انا وطيت الكيك 1 دي بي، وطيت الفوكال 1 دي بي. فالميكس الكويس ده اللي حصل فيه. عشان خاطر اقدر اعمل له ريليز واسمعه للناس، كل اللي انا عملته ان انا حطيت ليميتر وعليت الميكس وخلاص، فبقى صوته عامل كده. اوكي، الميكس السيء بقى ايه اللي اتعمل فيه؟ استخدمنا EQ عشان خاطر نخلي الفوكال يبان مع المزيكا بتاعتنا، واستخدمنا EQ برضو عشان خاطر ندي للكيك باور، والليمتر ظبطته ان هو يدينا نفس مستوى التاني. فتعال نشوف الميكس السيء لما حطينا عليه الليمتر بس بقى صوته عامل ازاي، ونقارنه بالميكس الكويس. اوكي. الليمتر بس على الميكس السيء محلش المشكلة وما خلهمش شبه بعض، فاضطرينا نتدخل بإيكيو. الإيكيو اللي اتدخلنا بيه ان احنا نحاول نصلح الحاجات اللي مش حلوة في الميكس، فوصلنا نتيجة بقت عاملة كده. اوكي، نقارن بين السيء والحلو. يلا. الميكس
changing all around. I know the reasons you've arranged, you're tearing me down. Where is the peacefulness of mine? Where will my heart come back to life? مهما عملت من عمليات على الميكس السيء في الماستر عمره ما هيبقى زي الحلو. عشان كده مهندس الماسترينج ما عندوش أسرار تخلي الأغنية اللي الميكس بتاعها وحش صوتها يطلع حلو، ولذلك هو بيرفع سماعة التليفون يتصل بالعامل الميكس يقول له معلش علي الكيك، معلش علي الفوكال، أو الجيتارات فيها بيس كتير قوي صلحها بإكيو. فالماستر مش المفروض ان هو يكون بيصلح اصلا، المفروض ان هو يكون بيعمل انهانس. فالاسئله بتاعت اتكلم عن الماستر، اعمل لنا حلقه عن الماستر، هنعمل ايه في الماستر، انا وريتك دلوقتي مثال بسيط جدا. نفس الميكس، وطيت الفوكال 1 دي بي، وطيت الكيك 1 دي بي، وحطيت عليهم نفس العمليات اللي حصلت في الماستر. هل صوت ده كان زي صوت ده؟ الاجابه لا. الجود ميكس كان صوته طبعا احسن. طيب بعد ما اشتغلت بالإكيو هل صوت الباد ميكس قرب حتى يبقى شبه صوت الجود ميكس؟ لا طبعا. فالاسئلة بتاعت نعمل ايه في الماستر، نحط ايه في الماستر، لا يا جماعة، الموضوع لسه عندكم مشاكل في التسجيل وعندكم مشاكل في الميكس هي اللي بتخلي العمل الفني بتاعكم ما يطلعش بالكواليتي اللي انتوا عايزينه. فاحنا محتاجين نتعلم ونهتم كتير بالاساسيات بتاعت الموضوع. اتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم وتكون اثبت لكم الماستر يقدر يعمل ايه في حالة ان الميكس يكون كويس، ويقدر يعمل ايه في حالة ان الميكس يكون وحش. ياريت تدوسوا لايك للفيديو وتضغطوا اشتراك للقناة. سلام.